باينه باينه اخلي هذا ولدي حي حيدر وليدات الصغار. شوف الوليدات الصغار من الاحسن خليهم الوسط. مع والديهم صافي. مشاهدي شوف تي في اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتبعوا معنا في هذه اللحظات وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات. هاد الناس هادو جاو من منطقة الدروة باش يطالبوا بحاجة واحدة بتغيير التوقيت توقيت الدخول المدرسي خاصة، يعني لأنه عندهم عدة مشاكل في منطقة الدروة من بينها الانفلاتات الأمنية كيف ما كتشوفوا الشكير ديال وليداتهم كاملين لاحوهم في الأرض. يعني هذا كأسلوب من أساليب الاحتجاج أن الوليدات يقدروا ينفروا يعني المدرسة، ما يبقوش باغي المدرسة. فالله يحسن العوان، دري كيواصل العمر ديالو ما بين 7 حتى 8 سنوات يقدر يضرب 4 كيلومتر، يعني هذا يعني أصغر واحد عنده 7 سنين كيضرب 4 كيلومتر باش يوصل المدرسة. فراه شي حاجة اللي صعيبة، خاصة يعني أن حتى والديهم الأمهات ديالهم بالخصوص كيمشوا معاهم، خصهم يبقاو في التوقيت المدرسي ديالهم كامل تقريبا الصباح وعشية، لأن المنطقة ديالهم يعني من غير هذا التوقيت المدرسي راه عندهم عدة مشاكل، من بيناتها يعني كاين السرقة، كاين تجارة مخدرات، كاين بزاف ديال الأمور اللي كيخافوا على وليداتهم وتا الرجال ولو كيخافوا على عيالاتهم، وهادشي اللي غادي يعطينا واحد المشكل في المجتمع وخاصة في منطقة الدروة اللي هي ظاهرة الهدر المدرسي اللي غادي تكثر في هذه المنطقة هذه. فلهذا جاو المجتمع المدني اليوم باش يتكلموا على وليداتهم ووليدات المنطقة بالخصوص أنه يتم تغيير التوقيت المدرسي على الاقل كانسب حل، لان يعني انسب حل حاليا هو تغيير التوقيت المدرسي. يعني قبل ما نشوفوا التدخلات الامنيه وقبل نشوفوا ديك الطريق اللي خص المدرسه وخص بزاف ديال الحوايج، حاليا يتغيير على الاقل التوقيت المدرسي ولي على الاقل يعني المستمر، يدخلوا مع الصباح يخرجوا عشيه كاملين توقيت واحد باش الامهات يرتاحوا. مزيان هذه القضيه، يدخل مع 8 يخرج مع 3 كاع الوليدات ديال المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هنا التفاصيل اللي غادي هو موضوع اليوم هو موضوع استعجالي للسيد وزير التربيه الوطنيه شخصيا، لان هذا الموضوع هذا ديال هاد الامهات هادو كيعانوا من التوقيت ديال ولادهم. حنا في مدينه الدروه وقلنا جميع، المهم بالنسبه للدروه راكم عارفين الدروه من ناحيه الامن ما كاينش، من ناحيه الامن ما كاينش، والاهم هو الدراري ديال المدرسه كيدخلوا في واحد التوقيت غير مناسب لامور واولياء التلاميذ. طرقنا البيبان اخويا ديال سميتو ديال مدير المجلس الاقليمي، وعدنا ومشينا عنده والجلسه استغرقت مده ساعتين، وعطانا التوقيت باللي التحضيري والثاني والثالث والرابع غيبقاو في نفس التوقيت القديم، بمعنى نص نهار. وبالنسبه للخامس والسادس قال لنا غيبقى على التوقيت القراوي. صيفطنا عند النظراء ديالو في اللي هما في المدارس ديال الدروه المديريه باش يعقدوا المجلس التدبيري، واللي كيراسو هو السيد المدير. دخلنا داروا مجالس التدبير ديالهم، وملي مشاو بلغوا هذا سميتو هذا المحاضر ديالهم قال لهم انا ما قلت لهم والو، شهادات الجميع قال لهم انا ما قلت لهم والو. داكشي علاش اضطرينا اخويا نجيو للاكاديميه باش نديرو حتى انا وقفه احتجاجيه ووقفه سلميه. راكم كلشي كتشوفوا راه فسلميه، والتوقيت اخويا هو دايرينو من 8 ونص حتى ل 11 ومن 1 ونص حتى ل 4. لا يعقل هاد الام هادي تجيب ولدها كيقرا في التحضيري ولا في الثاني وعندها الاخر كيقرا في الرابع ولا في الخامس وعاد الاعدادي. واش هاد الدري هذا غتجيبو غتدخلو مع 8 ونص وتسناه حتى ل 11 ونص وتجي عاوتاني تدخل الاخر من 1 ونص حتى ل 4، وعندنا المسافه 5 كيلومتر في 5 كيلومتر في 5 كيلومتر في 5 كيلومتر هي 20 كيلومتر. واش الام هادي واش هي عندها شلا ما يدار عندها في الدار؟ عندها دري واحد؟ عندنا 4 بزاف بزاف. هادشي باش كيعانيو الامهات، والله العظيم انا درت دوره على المدارس هاد الايام هادي، الا لقيت الام جالسه وحاطه الشاصيه ديال الماكله وهزه ولدها كترضع فيها وجالسه قدام المدرسه، فهمتي؟ اش كتسنى؟ كتسنى الدري يخرج وغادي تدخل الاخر، فين كتوكلهم؟ كتوكلهم قدام المؤسسه. علاش؟ على بعد المسافه.
باش تمشي 5 كيلومتر ترجع 5 هي 20 بزاف صعيبه عليها بزاف. وكنطلبوا منهم يديروا معنا شي حل لهذه الامه تاعو. الاكاديمي شنو داروا معكم؟ مازال خويا مازال ما باقي دابا داخل الرئيس والكاتب ديالو ديال المجتمع المدني يشوفوا واش غيدار شي حل ان شاء الله لهاد الوليدات. وكنتمنوا ان شاء الله الحل قبل من المسافه ولا يقربوا لكم المدرسه بغيتوا على الاقل تبدل التوقيت غير هاد السنه تبدل التوقيت هما يقادوا ديك الساعه المشاريع ديالهم. اها عندناش تحمسوا حنا ما عندناش مشكل خاص هذاك نص النهار اللي كان خصو يرجع حيت علاش ما عندناش ترونسبورات وعندناش ماكريه. واش هاد الناس هادو كيقروا ولادهم مدرسه بعيده على 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 الدوار فين ساكنه هي ازيد من 5 كيلومتر بزاف بزاف. وهذا المدير المجلس الاقليمي اللي وعدنا بهذا التوقيت هذا وتخرج المذكره ديالو وعدنا جوج مرات كيوعدنا جوج مرات. لا ما مشيناش دايرين مجلس انتقالي دارينا بحال هذيك ديال 12 الشجره تاكل كرمون صافي. شكون اللي قالها لي؟ راه هي اللي درنا هذا المدير المجلس الاقليمي. درنا معاه اجتماع وهضرنا وقال لنا غادي يلقى لكم حل ان فوا خرج دار راسو بحال ما قلنا ليه حتى كلمه وعاود يمشي. يعني خصو يلتمس لينا يشوف حنا معذبين بزاف يعني باش نمشيو مع 8 ونص ونرجعو مع 11 امتى انا غنطيب امتى انا غنشقى امتى انا غنحافظ على الدري ولادنا ندير وخدامه في نفس الوقت وكي غنديروا حنا كي غنديروا بزاف علينا هادشي بزاف. حنا دابا كنتمناو من السلطات انهم يوقفوا معنا ولادنا مكرفسين الناس مكرفسه وديجا عندنا الدواور بزاف. يعني ما يمكنش هاد الدري غيمشي ويجي 4 مرات في النهار. وكنقولوا للسي المندوب انه حسبي الله ونعم الوكيل انه عطانا العهد وخان ماشي فعيل هادو. وكنتمناو من الناس اللي مسؤولين اللي فوق منه انهم يشوفونا وعاش محمد السادس وكنتمناو هاد الصوت ديالنا يوصل لكاع الناس. خويا الله يجازيكم بخير على هاد الخدمه ديالكم الله يجازيكم بخير. ولكن هاد المشاكل اللي قالوا هاد الناس بغينا نعرفوا بان احنا ساكنه ديال الدروع عندنا حنايا سبعه ديال المؤسسات اللي عندنا حنايا الدار كنشكوا من هاد التوقيت. وملي درنا هاد الشكايات كامله اللي قالوا هاد الناس تفاجئنا بان يلاه ثلاثه المدارس بدلوا ليهم لهذا التوقيت اللي غير تاهما مناسب ليهم وحنا ثلاثه المدارس ما بدلوش لينا. منهم المدرسه ديال ابي هريره، المدرسه ديال المتنبي، ومدرسه ديال النجمه الحمراء. يلاه ثلاثه المدارس اللي بدلوا ليهم. لا اختي ما تبدلش التوقيت ثلاثه المدارس، حتى شي مدرسه قدروا ما تبدلها التوقيت، حتى شي مدرسه ما تبدلها التوقيت. المهم هاد وعدنا ولكن ما وفاش بالوعد ديالو. وعدنا ولكن ما وفاش بالوعد ديالو، حتى شي مدرسه قدروا ما تبدلها التوقيت. لا الله يجازيك بخير غير سنطي لي الله يجازيك بخير. شريف شريف بلاتي القرار اللي نزل لينا به هو انهم عطاو توقيت لهاد ثلاثه المدارس اللي بدلوا لهم عطاو توقيت لوليداتهم بانه نهار اثنين الله يجازيك بخير نهار اثنين غادي يتبدل لهم التوقيت نهار اثنين. ولكن هاد التوقيت هما ما مناسبهمش. اما حنا ثلاثه المدارس اخرين اللي هي المتنبي وابي هريره والنجمه لا الامام الشافعي من هاد المدارس ديالكم تفاجئنا باننا حنا ما مدخليناش في اللائحه نهائيا. وشنو هو شنو هي الحجه ديالتهم؟ هو ان ثلاثه المدارس الاولى اللي بدلوا ليها عندهم توقيت قروي بحكم ان الناس كيجيو من دواور بحكم ان الناس يخافوا من الكلاب الضاله بحكم ان الناس عندهم بعد المسافه. ولكن حنايا حقيقه في منطقه حضاريه اللي هي في نفس الوقت قرويه اللي هي منطقه الدروه. ولكن خاصكم تعرفوا باننا حنايا في منطقه مثلا المدرسة ديال المنطقة ديالتنا مثلا أبي هريرة عندنا الناس كيجيو من مخلوف، الناس كيجيو من جوهرة، الناس كيجيو من مشروع، وهاد المناطق هادو ما عندهم مدرسة، يلا عندهم مدرسة وفيها الاكتظاظ، هادشي علاش كيجيو المنطقة ديالتنا اللي هي منطقة أبي هريرة. فالله يجازيكم بخير، من هاد المنبر هذا كندعو السلطات هادو اللي جينا ناشدوهم دابا أنهم يلقاو لنا شي حل، راه ماشي معقول، راه حنا مكرفسين بزاف حنا ووليداتنا، بزاف، زيادة على أن عندنا شتات السكاني عندنا بزاف. ما عندنا في منطقه الدروه لا ترونسبورات لا شي حاجه. وواحد النقطه مهمه بزاف بغيت نذكرها وهي ان الناس اللي بعادين بزاف كيضطروا انه يديروا لوليداتهم الخطافه باش يجيو. وشكون هذا اللي ممكن انه يعتمد مثلا ولا انه يرتاح للخطاف انه يجي يدي وليداته حتى واحد. ولكن هاد الناس راهم مضطرين لانهم تقهروا بالطريق، راه حتى شي واحد ما يقدر يدير. وكنتمنى ان تكون ان شاء الله اذان صاغيه والسلام عليكم. السلام عليكم.
حنا طرقنا جميع الابواب، هذا هو الباب الاخر اللي جينا ليه، ما خلينا فين مشينا، مشينا للسلطات المحليه استقبلونا، قال لك اودي حنا ما عندنا ما نديروا لكم، مشينا لمدير المؤسسه استقبلنا قال لك اودي هذه مذكره جايه من الفوق، السيد رئيس الجامعه دار مذكره صيفطها السيد الوزير مازال ما جاوبوناش، حنا عندنا كوبي منها، مشينا للعماله استقبلنا السيد العامل قال لك اودي يجعل الله خير، مشينا للمندوب الاقليمي ديال برشيد استقبل الناس اللي دخلوا عنده، الناس ديال المجتمع المدني، وعدنا بانه غادي يبدل لنا التوقيت، وجينا وفرحانين مني المديرين ديال المؤسسات داروا مجلس التدبير ومشاو عنده على اساس انه باش يوافق، قال لهم انا ما عطيتكم حتى شي حاجه، علاش بحال هكا كيتلاعب بينا؟ واش حنا ولادنا بهيم؟ هادشي راه ماشي معقول، واش حنا ولادنا كيضربوا 8 كيلومتر ديال السويع كيبقاو غاديين جايين، عندنا اربعه لوقات، انا مثلا انا كنهضر مثلا على راسي، انا عندي ولدي كيقرا في الابتدائي وعندي كيقرا في الاعدادي، واش ندي ديال الابتدائي ونخلي ديال الاعدادي، ولا ندي ديال الابتدائي ونخلي ديال الاعدادي ونخلي ديال الابتدائي؟ راه ما لقيناش الحل. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. هذا الشيء راه غيولي الهضر المدرسه، راه حنا حابسين وليداتنا من المدرسه، حابسين ولادنا، ما تنقروهمش، وعندنا وليداتنا مرض. الله يرحم الوالدين، لما خذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، حنا حتى شي واحد ما دار معنا شي حاجه. السيد المدير الاقليمي ديال برشيد كانت عنده دوره استثنائيه نهار الاربعاء مع الاعضاء ديال الجماعه ومع رئيس الجماعه، ما جاش. علاش ما جاش؟ دورة استثنائية، علاش ما جاش؟ خاصو يحضر، خاصو يناقش معنا الموضوع، الأعضاء ديال جماعة الدروة بغاو يناقشوا معاه، بغاو يهضروا معاه، لحد الساعة مازال ما داش مجلس التدبير. واش التوقيت بدلو ومجلس التدبير ما داروش؟ راه هو اللي خاصو يديرو، علاش تخلف ما جاش؟ خاصو يجي، هادشي راه ماشي معقول، عنده واحد المهمة خاصو يقوم بها. انتوما كنساء ديال المنطقة ولا كأمهات علاش كتعرضوا في الطريق هذا؟ حنا تنتعرضوا لبزاف د الحوايج. حنا بالخصوص الدروه حنا ما عندناش الامن، الامن راه ما كاينش عندنا في الدروه. انا ولدي مشى للاعداديه يقرا، تلقاو ليه دراري ما تيقراوش، قلعوا ليه البيكالا، ما عندوش دابا علاش كيمشي على رجلي وتيجي على رجلي، وتنديه انايا ونرجع للاخر. هادشي راه ماشي معقول. عندنا حشاك الكلاب، عندنا الكلاب الضاله، عندنا الكلاب الضاله كارين، حنا كارين في العشوائي، خدامين دابا حنا جلسنا من الخدمه ما بقيناش خدامين، كيفاش غادي نديرو حنايا؟ واش غنقابلو المدرسة ولا غنعيلو ولادنا؟ هادشي راه ماشي معقول. واش رجالتنا تا هما يدوزو يجلسو؟ اش غناكلو؟ اش غنصرفو حنايا؟ وياخدو هادشي بعين الاعتبار، راه وليداتنا قسما بالله ما بقاوش كيقراو. واش الدري غيمشي كينعس في القسم؟ هاد الدري واش غيكونو رجليه مصايبين من الحديد؟ غيبقى غادي جاي؟ يرجعوا لينا التوقيت اللي كنا كنقراو به، هو نص نهار، يا اما من 8 للوحدة، يا اما من الوحده ونص للخمسه ونص، هذا هو التوقيت اللي حنا كنا خدامين به، نص نهار يقراوه الوليدات وتيجيو مرتاحين وتيكتبوا، وتا حنا كنتنفسوا شويه، عندنا وليدات صغار، كاين اللي كترضع كل وحده وكيفاش دايره. الله يرحم الوالدين، خذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، حنا طرقنا جميع الابواب، بقى لنا غير الباب ديال الاكاديميه، حنا جينا ليها. كنتمنى ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، حنا حقنا راه ما غنسكتوش عليه وما غاديش نتنازلوا عليه. الله يرحم الوالدين لما خذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل تقليد ولادنا عليكم، الله يجعل تقليد ولادنا عليكم.